بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح يكون الجزء الثاني من المحاضرة التي بديناها، استكمال لمحاضرة الفيرال أونكولوجي. اليوم راح تكون بارت 2 من فيرال أونكولوجي بيزز. راح نمر بشكل سريع على بعض المصطلحات اللي تناولناها من المحاضرة، من الجزء الأول من المحاضرة. اتكلمنا في المرة السابقة عن الروتس اوف انتري للفيروس، اللي حكينا انه هي الانهاليشن في ظل الظروف هذه، اللي هو كل الفيروس او معظم الانفكشن اللي في السنوات الاخيرة كانت عن طريق الريسبيراتوري تراكت، الانجيشن، انوكيوليشن، سيكشوال، كونجينيتال، بلاد ترانسفيوجن او اورجان ترانسبلانتيشن، كلها هذه روتس اوف انتري اوف فيروس. الان الفيروس لما راح يدخل الجسم راح يسبب حاجه اسمها اونكو فيروس. ممكن في البدايه يسبب اصابه عاديه وتروح في حال سبيلها، لكن هذه الاصابه ممكن انها تتضاعف، وهذا الفيروس يسبب لنا الاونكو فيروس، يسبب لنا الكانسر. من هنا جاء مصطلح الأونكو فيروس، بمعنى إنه الفيروس اللي راح يسبب كانسر بدخوله للجسم. طبعا حدوث الكانسر في الجسم راح يكون حدوث تراكمي، يعني مش أصيب الإنسان بالفيروس راح تظهر على طول الكانسر أو أعراضه على الجسم. طبعا هذه الأشياء بتكون لفترات وتراكمية. بالنسبة للفيروسات اللي بيطلق عليها الأونكو فيروس أو الفيروسات اللي مسببة للكانسر أو التيومر، ممكن الجينوم تبعها يكون DNA أو RNA. كانت البداية، إذا بتتذكروا المحاضرة السابقة حكينا، كانت البداية باكتشاف مصطلح الأونكو فيروس من خلال RNA فيروس، اكتشافه في البداية. الآن أيضا تناولنا هذه الجزئية المهمة من الفيرال أونكولوجي بيزز في الجزء الأول، إنه كيف بتتم عملية حدوث الكانسر بسبب هذا الفيروس. حكينا في المرة السابقة إنه الفيروس بيضرب الضربة الأولى، يعني بكون هو بيعمل على كأنه الميوتاجين أو الفورين بودي اللي راح يعمل عملية abnormal action. هذه الهيت زي ما بنسميها أو الميوتاجين اللي هو الفيروس، بوجود كوفاكتور أخرى مساعدة سواء كانت genetic, immunological أو environmental، كلها هذه راح تؤدي إلى development of cancer. طيب كيف راح يعمل الفيروس هذا عملية ترانسفورميشن لهذه الخلايا؟ من خلال persistent of viral genome، يعني بمعنى انه هذا الفيرال جينوم راح يحاول انه يضل يعمل له تضاعف في هذه الخلايا، ويضل انه يحاول انه يزيده في الخلايا ويزود عملية الاكسبريشن له. الان الفيرال اونكوجين هذا الاكسبريشن اللي راح يصير في الخلايا راح يعمل عندي خلل. في ايش راح يعمل عندي خلل؟ راح يعمل عندي خلل في حاجتين مهمتين، اللي هم النورمال سيلولار جين. السيلولار جين بتشتغل بطريقة منظمة under control. في عندي ايضا راح يعمل لي خلل في نقل هذه السيجنال. السيجنال ايضا بتنتقل وبتشتغل بطريقة منظمة و under control، لكن هذا الفيرال راح يعمل الفيرال اونكوجين اللي بدي يسبب لي الكانسر او التيومر راح يعمل عندي ديستربنس في السيلولار جين والترانسفيوجن او سيجنال باث واي او سيجنال ترانزكشن باث واي. ايضا هذه الصوره استعرضناها في المحاضره السابقه علشان نوضح فكره الاونكوجين، انه في عندي خليتين، خليه نورمال سيل وكانسر سيل. كل الامور او كل الاكشن في النورمال سيل سواء كان الجين اكسبريشن، في عندي جين ريجوليشن، السيل جروث، كلها اندر كنترول، وحتى عمليه الابوبتوسيس اللي تكلمنا عنها المحاضره السابقه ايضا، كلها هذه الاكشنز او البروسيسز كلها بتتم اندر كنترول.
لكن بوجود هذا الفيروس الأونكو فيروس عمل عندي ترانسفورميشن في هذه الخلية، صار في عندي accelerated في السيل growth، صار في عندي accelerated في أو disturbance في السيل division، بصير في عندي disturbance في عملية الأبوبتوسيس. كلها هذه بسبب إيش؟ إنه هذا الكانسر بوجود كوفاكتور عمل عندي mutated وعمل عندي دمج في هذه الخلية وأدى إلى لخبطة في الـ vital process of cell. الآن علشان نفهم مصطلح الكانسر، الكانسر عبارة عن شو بالضبط؟ هو عملية تراكمية. كيف أنتوا في الجامعة، أنت الطالب بدرس سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة، الفصل الأول، الفصل الثاني، وبنزل لكم معدل تراكمي. نفس الشيء بالنسبة للكانسر، بيصير في عندي تراكمات للأبنورمال جروث لهذه الخلايا اللي صار فيها أبنورمال جين إكسبريشن أو أبنورمال ترانزكشن للسيجنال. فهذا كل الأبنورمال أو الأوفر جروث أو الأبنورمال جروث هذا راح يصير له كوميوليتيف تراكم، راح تتراكم كلها وتطغى على مين؟ على النورمال سيل. راح تصير الكانسر سيل أو الأبنورمال سيل هي الطاغية على النورمال سيل. طيب الكانسر سيل هذه إيش يعني؟ يعني بنوصفها، انها بتضرب كل السيجنال او كل الوظائف، خلينا نقول عرض الحائط، كل الريجولاتوري سيجنال راح تتجاهلها، راح تطلع برا القاعده زي ما بنقول او برا الكنترول هذا، على اساس انها تستمر في الاوفر جروث الخاطئ والغير صحيح، وبالتالي بتؤدي إلى تراكم العدد الأكبر من الخلايا الغير صحيحة أو الغير صحيحة أو اللي فيها خلل على حساب الخلايا النورمال سيل. في بس ها حبيت أستعرض لكم إنه قديش الكانسر سيل أو الكانسر يعني ديث في العالم في الديفلوبينج وورد، وقديش الكانسر معدل الانسيدنس تبعه، يعني هذه للاطلاع. إنه بنلاحظ إنه السيرفيكال كانسر يعني مرتفع، بنلاحظ إنه البريست كانسر أيضا عنا نسبته مرتفعة بالنسبة للأنواع الثانية، بنلاحظ أيضا أنه الكولون كانسر أيضا بدأ يرتفع. فهذا بدلل لي أنه في عوامل عندي، يعني إصابة فيروسية اللي حكينا يعني بشكل حوالي من 15-20% الفيرال انفكشن بوجود الكوفاكتور بتشجع على حدوث هذا الكانسر. وحكينا أنه الأكثر شيء عندنا الفيروس اللي بسبب أنواع الكانسر اللي هي السيرفيكال كانسر، وفي بعض الأحيان بتوجه من الهباتو سيلولار كارسينوما، أيضا أنواع من الفيروس طبعا والإتش آي في وأنواع أخرى راح نتناولها في السلايدات اللاحقة. الآن بدنا بس نقارن بين الكانسر سيل والنورمال سيل قبل ما نتوجه على الفيروسات وإيش أهم الأمراض اللي بتسببها. لو بدنا نعمل كومباريزن سريع بين الكانسر سيل والنورمال سيل، بعتقد إنه هذه الأمور مرت عفوا عندكم في مواد الموليكولر، وهي كمان ريفرشمنت لكم لأنه كل مساقات البيوميديكال ساينس متداخلة. الكانسر سيل أول شيء لو بدنا نقارن أنه بتفقد بتعمل الكونتاكت الاتصال هذا الصحيح، بيصير في فقد بين الخلايا، لأنه إحنا تكلمنا أنه الكانسر من أهم الأشياء اللي بيحاول أنه يعملها أنه يعمل لخبطة عندي في عملية نقل السيجنال أو عملية الكونتاكت، هذه راح يحاول يعمل لها إنهبيشن. في الجروث فاكتور برضو راح يؤدي إلى زيادة الجروث فاكتور بشكل خاطئ زيادة عن الكنترول، وأيضا راح يؤدي إلى زيادة الأونكوجين إكسبريشن، والتيومر سبريسر اللي راح تعمل سبريشن لوظائف معينة في الخلية
راح يحاول انه يخربها. بالمقابل انه النورمال سيل كيف بتكون بتمشي، الانكوجين هذا الاكسبريشن له رير وضمن حدود، في عندي الجروث فاكتور سكريشن دائما بكون بشكل منظم وبشكل يعني مؤقت وغير دائم، في عندي التيومر سبريسر هذه بتكون موجوده وبتشتغل ضمن كنترول محدد. هذه بس الفروقات بين الكانسر سيل والنورمال سيل في الوظائف تبعتها. الكانسر جينيتيك، لو بدنا ايضا نستعرض الكانسر جينيتيك بنلاحظ انه الكانسر من وين بصير او من وين ببدا عباره عندي من سيجنال سيل، وبتصير زي ما حكينا انه هذا السيجنال سيل بصير في عندي فيها خلل معين، وهذا الخلل المعين بيزيد وبيتكاثر بيؤدي الى الماليجنانسي وبيؤدي الى ميوتيشن في الدي ان اي، بيؤدي الى خلل في وظائف الخليه سواء كان في عندي راندوم ريبليكيشن ايرور او بزود الاكسبوجر تو زياده الاكسبوجر تو كارسينوجين، والدي ان اي بروسيس بصير في عندي فيها خلل وعدم القدره على القيام بوظيفتها بشكل صحيح. الان عندي الكانسر جين، في عندي اللي هو حاجه اللي احنا حكيناها المره اللي فاتت البروتو اونكوجين. البروتو اونكوجين هذه الاونكوجين البروتو اونكوجين موجوده بشكل طبيعي وبتعمل على بتحفز الخلايا على النمو وإلها وظائف محدده، لكن هذه البروتو اونكوجين ممكن انها تتحول من بروتو اونكوجين الى اونكوجين. مين اللي بحولها من بروتو اونكوجين جيده ومفيده الى اونكوجين؟ طبعا الفيروس بيلعب دور مهم في عمليه الكونفرجن اوف بروتو اونكوجين لاونكوجين، ودائما بنقول انه في عندي عوامل مساعده بتزود من فرصه حدوث الكانسر او بتزود من فرصه الانسيدنس اوف كانسر. ايضا من لو بدنا نتكلم عن الكانسر جين ليفل، التيومر سبريسر هذه بتكون ايضا موجوده بشكل طبيعي وبتعمل وظيفتها بشكل طبيعي، لكن بوجود هذا الفيروس بوجود الميوتاجين هذا بيؤدي الى فقدانها لوظيفتها الاساسيه وبتصير ان ريجوليتد جروث لهذه الخلايا. في عندي ايضا بصير في عندي ميوتيشن او ميوتيتر للدي ان اي ريبير جين، انه الدي ان اي زي ما حكينا بصير في خلل وبصير في فشل، وذلك بكون ناتج عن ايش؟ بكون في عندي ميوتيشن متكرره، الميوتيتد هذا او الميوتاجين متكرره بتكون الفيروس احد الاسباب لها، لانه ادى الى خلل في الخليه وتخريبها. طيب التيومر فيروس، احنا يعني بنحاول ندخل للموضوع تدريجي. التيومر فيروس الانكوجين حكينا انه هي البروتو انكوجين موجوده بشكل طبيعي والها وظائفها وكلها اندر كنترول، لكن بوجود هذا الفيروس راح يحولها من بروتو انكوجين جيده وكويسه الى انكوجين. طيب ايش هي هذه الانكوجين؟ هي عباره عن بروتينات بتعمل كنترول او بتكون موجوده خلال عمليه او وظيفتها اللي هي الجروث كنترول اند ديفرنشيشن للخلايا. كيف بتشتغل؟ بتشتغل عندي من خلال الجروث فاكتور، بتكون بتسيطر على عمليات الجروث فاكتور، بتسيطر على الجروث فاكتور ريسبتور، على السيجنال ترانسدكشن والترانسكريبشن. اذا الانكوجين هذه حكينا انه هي بروتينات الهدف منها الكنترول على عمليه الجروث والديفرنشيشن لهذه الخلايا،
ايضا هي بتكون بمثابه جروث فاكتور، بتسيطر على الجروث فاكتور، هذه الانكوجين بتسيطر على الجروث فاكتور ريسبتور وعلى سيجنال ترانسدكشن وترانسكريبشن فاكتور. يعني تكلمنا عن البروتو اونكوجين، الان رح نتكلم عن الانتي اونكوجين. الانتي اونكوجين منها اللي هي الار بي، باختصار لها اختصار ار بي، اللي هو الريتينوبلاستوما جين، هو نوع من سبريسر بروتين. كيف حكينا عن البروتو اونكوجين انها بتعمل سيطره على السيل جروث، الار بي جين او الريتينوبلاستوما جين راح يكون وظيفته انه يعمل على سبريسر بروتين. بيعمل سبريسر على ايش؟ بالنورمال ريجوليشن فانكشن، بنظم الفانكشن تبع الخلايا او بنظم وظائف الخلايا. كيف بنظمها؟ هو وظيفته سبريسر، بمنع النمو الخاطئ خلينا نقول، او النمو الزياده للخلايا. طيب الريتينوبلاستوما جين او الار بي جين هذا بكون اكثر شيء يعني بيتعلق فيه او الخلل فيه بيؤدي الى الكانسر في اللنج والكارسينوما في البريست. ايضا في عندي الار بي جين، هذا الخلل يعني موجود، هذا الجين بكون مرتبط بخلايا العين. يعني احيانا الندبة اللي بتكون موجودة في قزحية العين او اللون الغير صحيح هذا بيعزى الى خلل بكون في عندي في الار بي جين، في الار بي جين ايضا لانه موجود في منطقة العين، هو اسمه ريتينوبلاستوما جين، بكون موجود في العين، موجود في اللنج، موجود في البريست، اي خلل فيه بزود من الكارسينوما في هذه المناطق، اللنج، البريست والاي. طيب الانتي اونكوجين اللي هو الار بي جين حكينا انه هو بروتين وظيفته انه يسيطر على الكنترول سيل سايكل وقام بوظيفته بشكل صحيح. لكن عندي لما الار بي اتعرض ل بدا يتعرض للميوتيشن، الميوتيشن دائما احنا بنقول اللي بتكون يعني الهيتيرو زايجوت، يعني زي ما بيقولوا بيمشي الحال وبتكمل الوظيفه بشكل صحيح او بشكل يعني جزئي. اما لما بكون في عندي الهوموزايجوت، في عندي ميوتيشن في الار بي في التو الليل ادى الى لوس اوف فانكشن. الفانكشن كان انه بده يعمل كنترول على السيل سايكل، بيعمل كنترول على وظيفه الخليه، لكن الان ما دام ما صارش في عندي بايندينج فقد الوظيفه تبعته وادى الى الجروث انه يستمر، بدل ما هو بيعمل سبريشن، لكن بدل ما هو بيعمل سبريشن صار بتوقفت الفانكشن تبعته وادى الى خلل في الفانكشن واستمرت عمليه الجروث. ايضا الريتينوبلاستوما الار بي زي ما احنا شايفين الار بي جين كان بيشتغل بصوره طبيعيه زي ما تكلمنا وبعمل ستوب ريبليكيشن للخلايا، لكن هذا الار بي بروتين لما اتعرض للفيروس مثل الادينو فيروس، هذا الادينو فيروس عمل بلوك على الفانكشن تبعته، وبدل ما هو كان بيعمل سبريشن للريبليكيشن ان ادى الى انه السيل سايكل استمرت والوظيفه تبعته، بدل ما هو بيعمل سبريسر بطل فقدها وصار في استمرار في السيل سايكل ريبليكيشن. ايضا من الانتي اونكوجين الاخرى اللي ممكن الفيروس يسبب لها خلل وتؤدي ايضا الى الكانسر اللي هو البي 53. الانتي اونكوجين بي 53 اي ان اكتيفيشن له، سواء كان بالديليشن انه يصير فيه ديليشن او ميوتيشن في هذا البي 53 بيؤدي الى انه بيتحول الى اونكوجين.
هذا البي 53 اللي هو اي خلل فيه او اي ميوتيشن او اي ديستيربنس زي ما حكينا بوجود فيروسز ايضا بكوفاكتور اخرى بتؤدي الى زياده فرصه حدوث او تحوله الى اونكوجين، وهو وارد جدا او وجدوه انه الخلل في بي 53 انتي اونكوجين في الكولوريكتال كانسر. ليش؟ لانه كان في عندي في الاليل الاول بيكون في اما بارشيال او كومبليت ديليشن، والاليل الثاني بيكون في ايضا ميوتيشن بيؤدي الى انه يفقد وظيفته اللي هو بيعمل ستوب عمليه ايضا بيسيطر على السيل ريبليكيشن. زي ما انتم شايفين في الصوره انه البي 53 بيعمل كانه زي بيعمل سبريسر، بيعمل ستوب ريبليكيشن، لكن زي ما احنا شايفين انه الهيباتايتس سي او البابيلوما فيروس عمل خلل في هذا الجين. عندنا الهيباتايتس سي زي اللي عمل عليه بلوك، البابيلوما عمل زي ديليشن زي فقد ايضا جزء منه للبي 53. ايضا في البي 53 وجود هيباتايتس سي فيروس عمل نوعين من الديفكت فيه، والبابلوما ايضا عمل ديفكت في البي 53. في النهاية كانت الاصابتين هذول سببوا الى انه بيفقد هذا البروتو اونكو الانتي اونكوجين، فقد وظيفته وبطل يعمل ستوب ريبليكيشن، بالعكس استمرت عملية الريبليكيشن للخلايا. الآن المحصلة أو النتيجة بشكل عام يعني اللي تم التوصل إلها إنه الـ RNA viruses بتشتغل على إنه تعمل عملية تعمل activation، يعني بشكل عام معظم الفيروسات اللي هي من فئة الـ RNA virus بتعمل activation للأونكوجين، في حين إنه الـ DNA virus على ايش بتشتغل؟ بتعمل زي انها بتنفي او بتخرب التيومر سبريسر. يعني ال RNA اشتغل عمل اكتيفيشن للانكوجين، وال DNA فيروس عمل نيجيت للتيومر سبريسر، وهذه النتيجة المهمة للاكشن اوف فيرال اونكولوجي او فيرال اونكوجين. الفيرال كارسينوجينز اكثر شيء موجود يعني في موجود في طبعا في الدي ان اي وفي الار ان اي، لكن وجد اكثر شيء كان في الار ان اي اونكوجين فيروس. العائله الريترو فيروس اللي هي اعتمدت زي ما حكينا على الاستراتيجيه الريفرس ترانسكريبتيز، وجد انه يعني اكثر نوع او اكثر عائله اللي بتسبب وجدوها انه هي اكثر فيروسز بتسبب الكانسر او اونكوجينيك فيروسز اللي هي اللي بتسبب الاتش اي في، وبتسبب ايضا لها علاقه بانواع عديده من الكانسر. التو ميجر كلاسز اوف تيومر فيروسز سواء كانت الدي ان اي او الار ان اي، اذا فاكرين زي ما حكينا في عمليه الريبليكيشن في الدي ان اي، الدي ان اي فيرال جينوم بحاول انه يستفيد من الهوست بواسطه سواء كان الدي ان اي بوليماريز او الهوست ار ان اي بوليماريز. المهم عنده انه يبعث ام ار ان اي علشان يتكون بروتين، بمعنى انه الدي ان اي فيروسز بتحاول ايضا انه تشتغل على انزيماتها او انزيمات الهوست، الهدف انه لارسال فيرال مسنجر ام ار ان اي لتكوين الفيرال بروتين، وضمان استمراريه تكوين الفيرال بروتين ووجوده وتوزيعه على والار ان اي تيومر فيروسز بتات من نوع الريفرس ترانسكريبتيز اللي هي حكينا اللي بتعتمد على اللي بنسميها الريترو فيروس، واللي حكينا انه هي اكثر مجموعه بتسبب او بنسميها اونكوجينيك فيروس، اكثر انواع من الفيروس اللي هي بتسبب الكانسر وبتسبب الاونكوجين. ليش؟ لانه هي عندها استراتيجيه الريفرس ترانسكريبتيز. إذا أنتم فاكرين زي ما حكينا عنها سابقا بتعتمد على
الدي ان اي ديبندنت ار ان اي بوليماريز، وعندها ايضا الار ان اي ديبندنت دي ان اي بوليماريز، وبتستخدم كانت الرايبو نيوكلياز ايضا. كلها هذه ليش؟ لتكوين الام ار ان اي، لارسال الام ار ان اي، تكوين الفيرال بروتين والفيروس. هذا الفيروس بحاول انه يستفيد من الهوست ار ان اي بوليماريز علشان يكون الجينوم، وبالتالي المهم عنده انه يصير في ام ار ان اي، لانه بدون المسنجر ام ار ان اي مش راح يتكون الفيرال بروتين، فهو بده يضمن انه يستفيد من الهوست. ايضا وبستخدم الانزيم تبعته اللي هي في عندها الاليه اللي سميناها الريترو، انه بتحول من ار ان اي الى دي ان اي في مرحله معينه. هذه كلها الخصائص تبعته بتاهله انه يسبب كارسينوجينيك وترانسفورميشن للخلايا، ويضمن استمراريه وجود البروتين في هذه الخلايا وتوزيعها على الخلايا. الآن رح نتكلم عن أهم الفيروسز اللي بتسبب الهيومن مالجنسي. رح نتناول أهم الأنواع سواء كانت RNA أو DNA، ونستعرض بعض منها أو الأهم منها اللي هي الهيباتيتس بي والسي فيروس اللي بتسبب الهيباتوسيلولار كارسينوما، والإبشتاين بار فيروس بتسبب نازوفارينجيال كانسر، البوركتس لينفوما، والهيومن بابيلوما فيروسز اللي هو تايب 16 و18، لأن الهيومن بابيلوما فيروس له أنواع عديدة فوق 150 إلى 200 نوع. الهيومن بابيلوما فيروس بسبب السيرفيكال كانسر. أيضا عندنا الهيومن هيربس فيروس، هو أيضا من الأنواع اللي إلها سب تايب كبير. الهيربس فيروس زي ما أنتم عارفين أو تكلمنا عنه، يعني عادة بسبب انفكشن في مناطق الوجه الماوث والعين، لكن بيمتد الى انه يعمل كابوس الساركوما، انه يعمل يعني بيعمل على فقد المناعة، وبزود من احتمالية انه يكون في عندي secondary infection ل HIV او another viral infection اخرى، بسبب انه يعني بسبب ضعف للمناعة، او بيشتغل كمان على الناس ضعاف المناعة. من الدي ان اي تيومر فيروس المهمة اللي هي الهيربس فيروسز او الشائعة اللي هي الهيربس فيروسز، اللي لها دور يعني كبير في اصابة مثل ما حكينا، بتشتغل على الوجه والعينين والماوث. والهيربس فيروس وجدوا انها موجودة بجزء من الجينوم تبعه من الفيرال دي ان اي او الجينوم في التيومر سيل، بمعنى هيت اند ران، يعني بضرب ضربته وبيهرب، بسبب تخريب وبعمل ترانسفورميشن في هذه الخلايا وبيهرب. ايضا عندي الابشتاين بار فيروس اللي بسبب بوركتس لينفوما والنازوفارينجيال زي ما حكينا، والانفكشياس مونونيوكليوسيس، وراح نستعرضها في الشرائح اللاحقه. الدي ان اي فيروس زي ما حكينا، البابيلوما فيروسز، بابيلوما فيروسز يعني بشكل حوالي 10% من اصابات الكانسر، موجود بشكل واسع في امراض الومان، موجود بشكل يعني واسع في السيرفيكال كانسر، بسبب السيرفيكال كانسر، هو موجود بنسبة 91% من الومان. لكن طبعا زي ما حكينا في عندي عوامل اخرى بتشجع انه يصير في كانسر. البابيلوما فيروس يعني له دور كبير من اصابات الكانسر، لانه بيشتغل على السكويما سيل كارسينوما، سواء كانت في اللارينكس، في الايزوفيغاس او في اللنج، كلها بسبب هذه المناطق اللي هي بسبب فيها كارسينوما وبسبب لها كانسر. الهيومن بابيلوما فيروسز طبعا هو دبل ستراند دي ان اي فيروس من الفاميلي تبعته البابو فيريدا، بيشتغل زي ما حكينا على الابيثيليال سيل او على السكويماس سيل زي السكين والميوكس، بيشتغل اكثر شيء في منطقه الابر ريسبيراتوري تراكت، ايضا بسبب اصابات زي ما حكينا في السيرفيكال، في أماكن تانية في اليوريجينيتال اللي هي الفالفا، الفاجينا واليوريثرا والفينس والإينال،
الكنال اند البري انال سكين كلها بسبب لها اصابه لهيومن بابيلوما فيروس. هيومن بابيلوما فيروس من اكثر الفيروسات اللي هي انتشارا واكثرها اصابات، فبالتالي هو اللي له دور في الترانسفورميشن وله نسبه عاليه من الكانسر في اصابات الكانسر المتعدده. الهيومن بابيلوما فيروسز بيؤدي الى ترانسفورميشن للخلايا. كيف على ايش بيشتغل؟ بيعمل تخريب او بيعمل انترفيرنج للتيومر سبريسر بروتين، بيشتغل على البي 53 وممكن يشتغل ايضا على سبريسر اخرى مهمه، لكن من اهم السبريسر التيومر سبريسر بروتين اللي بيشتغل عليها اللي هي البي 53. البي 53 اللي حكينا بتعمل كنترول عملي على عملية الريبليكيشن زي ما استعرضناها في الصورة، لكن بفقد هذه الوظيفة راح يستمر عملية الريبليكيشن ويؤدي الى حدوث الكانسر ومنها اللي هي سيرفيكال كانسر. الان الصوره اللي امامنا الهيومن بابيلوما فيروسز، يعني تكلمنا عنه يعني بزياده شويه لانه هو من اهم انواع الفيروسز حكينا اللي بتسبب الكانسر. هو من نوع دبل ستراند زي ما حكينا الدي ان اي. الهيومن بابيلوما فيروسز اللي بتسبب السيرفيكال كانسر اللي هي تايب 16 و18، بتعمل انفكشن للابيثيليال سيرفيكال سيل، بتؤدي الى انها بتشتغل على التيومر سبريسر بروتين، بتؤدي الى انه الريبليكيشن هذا يصير في ديستربنس وخلل، وهذا اللي زي ما انتم شايفين صار في عندي خلل في الخلايا، بدا يصير في عندي خلل بسيط، ازداد الخلل ويكس، شايفين انه عملية الكانسر من بعد 10 إلى 30 years عملية تراكمية ادت الى انفيسيف كانسر وادت الى حدوث الكانسر. ايضا عندي من الانواع الاخرى من الفيروسز اللي هي الهبش من فئة الهيومن هيربس فيروس اللي هو الابشتاين بار فيروس. الابشتاين بار فيروس ايضا سترونجلي اسوشيتد مع الكانسر. وين الاصابات بتكون تبعته او وين بيشتغل اكثر شيء؟ بيشتغل على اكثر شيء بصوره اساسيه على الليمفوسايت، وايضا بيشتغل على الابيثيليال سيل. من الاصابات اللي بسببها الابشتاين بار فيروس اللي هي الانفكشيوس مونيوكليوسيس او اللي بيطلق عليها اسم الجلانديولار فيفر. هذه وين بتكون الإصابة؟ الإصابة بتكون على البي لينفوسايت. بالنسبة للإصابة بالإبشتاين بار فيروس يعني إصاباته كثيرة وموجودة، يعني بقولك أكثر من نص البوبوليشن في الويسترن كانتريز مصاب بالإبشتاين بار فيروس. لكن إذا أنتوا فاكرين إحنا قسمناها في الايسبيرغ مثلث الايسبيرغ انه الاصابات بتكون عندي كلينيكال سب كلينيكال اكيوت مبينه او مش مبينه الى حد ظهور الاعراض. فالابشتاين بار فيروس من الفيروسات اللي بتشتغل يعني باستراتيجيه سب كلينيكال، يعني الاعراض ما بتكونش كتير واضحه، وهذا اللي بيؤدي انه بتحول في بعض الاحيان من بيناين الى مالجنان. طيب ليش في بعض الناس بيضلوا بيناين وما بيعملهم مش ولا اشي، في بعض الاخر هذا الفيروس بتحول الى مالجنانت؟ هو السبب بشكل واضح غير معروف، لكن احنا دائما بنقول انه في كوفاكتور مساعدة بتعزز من الاصابة في الكانسر. ايضا من الامراض اللي بسببها البوركتس ليمفوما. بوركتس ليمفوما بتكون اكتر شيء موجودة في المناطق اللي بتكون فيها انديميك في الملاريا، في الملاريا، وسبب النازوفارينجيال كانسر في مناطق شرق آسيا. في مناطق شرق آسيا بيشتغل على البي سيل وبيشتغل على الناس اللي هم اميون سبريست انديفيجوال، مثل الناس اللي هم مثلا عندهم اورجان افتر اورجان ترانسبلانتيشن، كدني ترانسبلانتيشن، او هم اصلا ناس اللي هيومن اميون ديفيشنسي، مصابين بهيومن اميون ديفيشنسي فيروس بكون بمثابه سكندري انفكشن لها.
الهيومن هيربس فيروس تايب ايه بسبب الكابوسي ساركوما فيروس. الهيومن هيربس فيروس تايب ايه ايضا بصيب الليمفوسايت وبصيب الابيثيليال والاندوثيليال سيل، وبكون هو بوزيتيف ايجنت للكابوسي ساركوما. هذا الكابوسي ساركوما بتميز انه بسبب انفيوجن للليمفوما وبسبب ايضا ديس اوردر في الليمفوسايت، عمليه الليمفوسايت بروليفيريشن وبتحول الى مالجنسي. هي صوره للكابوسي ساركوما اللي من اهم الاعراض له او مسبب الاشياء اللي بسببها، بسبب عمليه برايمري انفيوجن للليمفوما زي ما حكينا، وبصير في عندي ديس اوردر في الليمفو بروليفيريتيف ديس اوردر. الان راح نتكلم عن الهيباتايتس فيروس اللي هي من الانواع المهمه اللي بتسبب ايضا بنسميها اونكوجينيك فيروس، بتسبب الكانسر، بتسبب هيباتوسيلولار كارسينوما. الهيباتايتس بي فيروس هو من دي ان اي فيروس، لكن بتميز انه ار ان اي انترميديت، يعني في عنده ار ان اي في الوسط. دائما الجروبس اوف فيروس اللي بتعتمد على الاستراتيجيات الريفرس الوسطيه هذه بتكون مور اجريسيف اند مور اكشن اوف سيل ترانسفورميشن. بيعمل هذا الفيروس انتجريتد وذ ليتل جين اكسبريشن وبسبب الكرونيك ليفر سيروسز. الهيباتيتس بي فيروس هو من نوع الهيبادينا فيريدا، من عائلة الهيبادينا فيريدا. الهيباتيتس بي فيروس هو من الدي ان اي فيروس، لكن الاكشن تبعه بيكون مشابه للار ان اي اونكوجينيك فيروس، لانه عملية الترانسكريبشن بتصير للار ان اي. الهدف من عملية الترانسكريبشن للار ان اي مش فقط انتاج البروتين، لا بالعكس، باستمرار عملية الريبليكيشن. هذا الجينوميك الار ان اي راح يصير له باك ترانسكريبشن للدي ان اي، هذه اللي احنا بنسميها الريفيرس. هذه العملية بنسميها ريفيرس ترانسكريبشن. هذا الريفيرس ترانسكريبشن مهم في السايكل اوف ار ان اي فيروسز او ار ان اي تيومر فيروسز. مثل ما اسلفت انه الهيباتوسيلولار كارسينوما بسببها الهيباتيتس بي فيروس، وايضا السي بسببها الفيروس. طبعا في العوامل اللي دائما بنقول انه إصابة الفيروس مع كوفاكتور اخرى بتزود من الاحتمالية، زي الكحوليزم وهذه الاشياء بتؤدي الى زيادة المالجنسي او زيادة حدوث الكانسر. احيانا الانفكشن بتبدا في الليفر، لكن بيصير له بواسطه هذا الفيروس بيصير له ميتاستاسيس الى الكولون، بسبب الكولون كانسر. من الار ان اي عندنا التيومر فيروسز المهمه اللي هي الريترو فيروس. الريترو فيروس اهم الهيومن كانسر اللي بتسببها للريترو فيروس، اللي هي الهيومن تي سيل ليمفوتروبيك فيروس والهيومن سيل ليمفوتروبيك فيروس تايب 2 وتايب 1. تايب 1 اللي بتسبب الادلت سيل لوكيميا والسيزاري تي سيل لوكيميا، والتايب 2 بسبب الهايري سيل لوكيميا والاتش اي في. راح نتكلم سريعا عن الاتش اي في. الاتش اي في اللي هو الاكوايرد اميون ديفيشنسي سندروم، هذا المرض اللي بيصير بسبب واسطة الريترو فيروس. بكون هذا اللي بتميز انه هذا الريترو فيروس انه الليتنسي بتكون كاملة، بتشتغل على الاميون سيستم، على الويك اميون سيستم، بتؤدي الى خلل عندي في النيرفس سيستم، بتؤدي الى انه يصير في عندي فيريميا. كلها هذه الاشياء بتسببها الريترو فيروس. الاميون ديفيشنسي اللي هو اميون ديفيشنسي انفكشن، طبعا بيشتغل على البي سيل من نوع اكثر شيء من النوع سي دي 4، بيؤدي الى انه بيعمل لهذا النوع من الفيروس، بيؤدي الى خلل في الميدييتد اميون سيل، بيؤدي الى ديكريز في الناتشرال كيلر سيل، بيؤدي الى ديكريز في كل المونوسايت والماكروفاج وعلى البي سيل. زي ما ملاحظين هو بيشتغل على كل خطوط الخلايا المناعيه، لذلك
عفوا بيؤدي الى اميون ديفيشنسي، وبكون الاصابه في هذا الفيروس جدا اكيوت. وحكينا ان استراتيجيه للريترو فيروسز بتزيد من احتماليه حدوث الكانسر. ان شاء الله في المحاضرات يعني القادمه، ان اسعفنا الوقت، رح نحاول نفرد محاضره كامله عن الـ HIV وعن الهيباتايتس باعتبارهم أهم نوعين من الفيروسز وأكثر يعني انتشار. يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.